حقيقة تمام، يعطيكم العافية. بداية تقريبا البروجكت تاعي أيام ما أخذت أنا مادة الإيمج بروسينج هو تقريبا نفس البروجكت تاعكم، اللي هو تمييز عدد الأشكال، كل شكل شو نوع الشكل، سواء كان مثلا مستطيل ولا مربع ولا 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 دائرة ولا مثلث أو غيره، اللي هو تمييز الشكل تاعنا. وكمان لازم تميز اللون. الفرق عن الفرق بين بروجكتي وبروجكتكم طبعا، اللي هو انه احنا كان عبارة عن اشارات مرور، واحنا عارفين انها اشارات مرور، فهو تقريبا نفس البروجكت ونفس طريقة الشغال، بس رح تصير التمييز عن طريق الالوان مثل ما انتم شايفين. طبعا كل اشارة هاي اللي هي الكاني، اللي هو بيوجد لي حدود الشكل، او اللي هي بيعمل لي تمييز على الحدود، تمام، اللي هو ايدج ديتكتر فينا نعتبره. عندكم الشكل الاول اللي هو كان لوكال ديستنيشن، الاشاره الثانيه اللي هي ترافيك لايت اهيد، وعند الثالثه اللي هي البامبي رود، تمام. بطبع لي اياها هون، بطبع لي طبعا ارقام اللي هي فيكم تعتبروها اللي هي الابروكسيميت بوليجون، الشكل تاعها خماسي دائره مثلث او غيرها. هسه بدايه كيف بلشنا شغل؟ اوكي، اول شيء قرات انا باعتبار ايمج، ايمج ريد انتوا اكيد بتعرفوها، جربتوها من الهوم الثاني، تمام. حطيت معها الزيرو هاي مشان يقرا لي اياها على شكل تكون جراي سكيل مش كلر. هاي اول مره، ليش؟ لان انا اول شيء بدي اعمل ديتكت لعدد، اول مره بدي اعمل ديتكت للايدجز، يعني بدي اشوف عدد الاضلاع تاعت الشكل، شو نوع الشكل، شو هيك، بعدين بدي ابلش اشوف الكلر تاعه. فاول شيء انا قراتها باعتبار بالجراي سكيل، تمام. طبقت عليها انا فلتر لانه احنا الصوره كانت عندنا شوي نويزي، بس هذا الشيء طبعا انتم عندكم مش نويزي، مش شرط تستخدموا اي فلتر فيها، عادي. تخيل الفلتر هذا شفتوه قبل هيك، فاست ان وان مينز دينويزنج، مش مهم تستخدموهوش هذا باعتبار لانه الصوره عندكم مش نويزي، ما بيلزمكم، تمام. طبعا انسوكم من هاي شوي، هاي باعتبار اللي انا قراتها كلرد مش انا ميز الكلر، بس انا هسه هاي لسه ما بتلزمني، تمام. بعدين عملت عمليه الثريشولدنج، حولتها من جراي سكيل ل بلاك اند وايت، تمام. اوجدت الايدجز تاعتي، الايدجز تاعت الاشكال لهون. بتهيألي بتعرف الفانكشنات كلياتها او شفتوها قبل هيك. فانكشن الكاني هو فانكشن بيقدر يوجد لكم الايدجز لاي شكل، الإدج سواء الداخلية أو الخارجية، وين ما في إدج برسم لي إياها وبيخلي الباقي اللي ورا أسود واللي قدام أبيض، طبعا مثل هيك، تمام. فحول لي هذا الشكل للإدج تاعته. طبعا حنلاحظ إنه شوي من هون راحت وشوي كمان من هون راحت، والكلمة العربية هون عبير السبع راحت. اوكي تمام خالد. فيك تحكي خالد اظن اذا بدك. مش طالع شكل قدامنا يا عماد. اوكي انا ما حسبتش حساب هذا الاشي، تمام. شير سكرين معناته. اوكي هيك شايفين بتهيألي؟ شايفين هيك؟ متبرع منكم يحكي على الأقل، مش شايفين ولا مش شايفين الأشكال؟ أوكي تمام. فالأشكال هون فعلياً الكاني بس رح يعمل لي Edge Detector، هي اللي أخذتوها هاي بعمليات Segmentation وما غيرها، إنه بس توضيح للإدجز، والباقي كلياته الأشياء الثانية أي إشي وراها بيعملها لون أسود. طبعاً رح تلاحظوا إنه كلمة بئر السبع هون راحت، وهاي الكلمة كمان دخلت ببعضها أو تشطب منها شغلات. طبعاً ليش هذا الحكي صار؟ وحتلاحظوا هون حتى الدائرة اندمجت مع اللي هون، تمام، والبامبي رود أصلاً هيك تكون شكلها، حتلاحظوا أنها اندمجت مع هاي. طبعاً ليش صارت هاي الشغلات؟ هاي كلياتها بسبب الفلتر، لأنه أصلاً باعتبار أنه الصورة نويزي أنا أخذتها، فعملت الفلتر. طبعاً أنا خففت شدة الفلتر، لكن لو خففته زياده ممكن اتواجه مشكله مع الكلر، تمام، ولو زدت حدته راح اواجه مشكله مع الشكل نفسه.
فمشان هيك عملته بدرجة يعني وسيطة تقريبا بينهن بشان ما يضرب لا الكلر ولا يضرب الشكل. تنسوش إذا كان عندكم لون أصفر، إذا كان عندكم لون أصفر بين الأشكال الثريشولدينج تكون الدرجة واطية جدا قدر الإمكان أو عالية قدر الإمكان ناسين النسب، بس بدكم تركزوا بعين الاعتبار اللون الأصفر إذا حطيته على 128 بيختفي، اللي هي الدرجة الوسيطة بيختفي تماما ولا كأنه الشكل موجود بصير. فركزوا لي على هاي النقطة. تمام. طبعا قيمة الثريشولدينج تكون تحاول تجيبوا قيمة وسيطة عن طريق التجريب هو الحل الوحيد، زيدوا 10 نقصوا 10 تمام. فقيم الثريشولدينج رح تكون قيم تجريبية مش أكثر، تكون تزيدوا 10 نقصوا 10 وتحاولوا توجدوا قيمة بحيث تكون وسيطة بين الأشكال كلها. طبعا طلعت عندي أنا القيمة الوسيطة 200 255. وتنسوش كمان شغلة سوري الثريشولدينج طبعا 220 آسف. وتنسوش شغلة كمان فانكشن الثريشولدينج في باراميتر مهم اللي هو الأخير الواحد، لما تنقلوها انتم من النت فانكشن الثريشولد راح تلاحظوا انكم راح تنقلوا فعليا في اظن كونستانت سي في 2 ايمج ثريشولد اظن هو كونستانت موجود بس ما تنقلوه. ليش انا استخدمت الواحد هون؟ لانه فعليا لما انتم تستخدموا الثريشولدينج مع زيرو او اللي هو الكونستانت طبعا راح يخلي لكم الباك جراوند بيضة والاوبجكت اسود، بس انتو بالسيجمنتيشن لما كنتوا تشتغلوا كنتوا تشتغلوا على اساس تكون الاوبجكت ابيض والباك جراوند سودا، صح؟ صح لهون؟ في حدا عنده مشكله لهون على الاقل؟ اوكي تمام. دي ماي دراونز. اوكي. تمام لهون. هسا عندكم ننزل شوي بالكود، حنبلش عن فكرة الكونتورز. فكرة الكونتورز هو بمسك أي شكل معين برسم لي حدوده بناء على كونستانتس اللي هن هدول. تمام. ففايند كونتورز بتطلع على الشكل الصورة ثريشولدد مثلا. تمام. إذا أنت راسم شكل مربع، دائرة، مثلث وما غيرها، حلاث بده يرسم لي عليه كونتور، بده يرسم لي عليه شكل هيك فوقه، بيعطيني في الفايند كونتورز array of multiple arrays طبعا اللي هي هاي اللي عندكم هون، هتلاحظ عندك ثلاث أقواس صار زي كأنها 3D matrix. تمام. ف هيعطيك بالنهاية الحدود تاعتها، يعني من هون لهون لهون ثلاث نقاط. الدائرة هيعطيك عدد لا نهائي من النقاط طبعا تقريبا، ليش؟ لأنه فيش إشي اسمه ما لا نهائي بالبرمجة. تمام. والمربع لازم يعطيك هذول الحدود. فلو أنت استخدمت function اسمه draw contours تمام حيظل لك الشكل تاعك البراني، حيظل لك يا بسمك معين أنت بتعطيه. تمام. اللي هو انا مستخدمه هون استخدمت 5 بكسل عرض التحديد. طبعا هذا كومنت انا مش هحتاجه فعليا بالشغل، بس انا كان الهدف منه اني بس مشان اتاكد من شكل الكونتور تاعي. تمام. انه ماخذ كل الاجزاء. طبعا فايند كونتورز مثل ما حكينا باخذ الصوره لانه معطيه اياها الايدج، يعني اللي معمول عليها ايدج ديتكشن. تمام. وبيضل عندي تو باراميترز. طبعا هذا انا هسه ما بعرف استخدامه، ضل هو نفسه مش مشكله. بينما الريتيرن اكسترنال لو عندكم اخرى واحد اسمه 3، عندكم اثنين، عندكم الريتيرن اكسترنال وعندكم كمان 3. الريتيرن اكسترنال يعني لنفرض مثلا انا هون كاتب هلو جوات هاي او راسم جوا هاي شكل مثلث، في 3 راح يرجع لك المربع وراح يرجع لك الاتش والاي والال والال والاو وراح يرجع لك المثلث وراح يرجع لك الدائرة وراح يرجع لك المثلث. بينما في الريتيرن اكسترنال باخذ الاشكال الخارجية فقط، يعني اذا هذا المثلث حياخذ المثلث الخارجي بس، هاي الدائرة حياخذها الدائرة الخارجية بس. تمام. وهذا المربع باخذ المربع الخارجي بس.
ليش؟ لأنه أنا فعلياً بالكود تاعي أنا بدي أعرف الأشكال بس مش هستفيد من شو جواتها، تمام؟ حتى بإشارة المرور أنا مش هستفيد من شو جواتها، تمام؟ لهون هاي هدف الريتيرن إكسترنال. تمام؟ أوكي تمام. هسا باعتبار إنه الصورة نويزي، أنا هون شو عامل؟ عامل إنه ألف على كل كونتور وأحسب الأريا تبعته اللي هي cv2.contourArea هاي، وبعطيه الكونتور مشان يرجع لي الأريا تبعته. طب ليش أنا عملت هيك؟ لفرضاً أنتوا عندكم الصورة فيها شوية نويز، تمام؟ حتى مع أنا عامل فلتر، حتى لو إني عامل الميديان، حتى لو إني عامل غيرها وعندي شكل هون، تمام؟ ولنفرض نتيجة مثلاً الفلتر شارت لي شوية نويز، لكن رح يضل عندي شوية نويز أنا، تمام؟ فكان الهدف عندي هنا إني أحسب الأريا، لأنه الفايند كونتورز كمان رح يوجد النويز، رح يظل لي النويز على أساس إنها كونتور، لأنها نقاط شاذة كأنها شكل، رح يظل لي إياها أو يعطيني مواصفاتها كأنها زيها زي أي كونتور. مشان أنا أتجنب هاي المشكلة حسبت الأريا وقلت له إذا الأريا أكبر من 100 بيكسل ضف لي على الري ثانية اسمها contours الاي، مثلا contour دوت append contours الاي. يعني إذا كان الشكل، إذا كانت الأريا تاعت الشكل أكبر من 100 ضف لي على هاي الري، إذا ما كانتش أكبر من 100 معناته هاي نويز أنا ما بدي إياها، تمام؟ ليش طبعا أنا استخدمت الرقم 100؟ لأنه أنا فرض أنا عندي مثلا الصورة هيك تقريبا مثلا، وشايف أنا حجم الصورة عندي، وأنا متأكد أنه مستحيل يكون هذا الشكل أقل من 100، تمام؟ مستحيل يكون هذا المثلث أقل من 100، مشان هيك، وهذا المربع مش أقل من 100، هذا مثلا الدائرة مش أقل من 100، مشان هيك أنا أعطيت الرقم هذا 100. بدكم تركزوا على شغلة كمان، الصورة اللي بتاخذوها بتكون تركزوا إنه مثلا الصورة، إذا أنتوا أخذتوا نفس صورة الدكتور، لما تعملوا سكرين شوت للصورة يتأكدوا إنكم ما تأخذوا فريم جانبي، يعني تأخذوا مثلا هين هذا كله أبيض أو كله لون معين، ما تأخذوا الفريم الجانبي لأنه ممكن يحسب لكم إياه، ممكن يحسبوا يعني كونتور زيادة، بيكون أكبر حجم كونتور، تمام؟ لهون تمام. لهون إذا حد عنده مشكلة يا ريت يحكي، يعني لأنه بدريش إذا حتوفر فرصة ثانية يعني نتناقش بعد هيك بالهوم أو البروجكت. أوكي. اللي عملته بعدها طبعا طلع شو عملت بعدها. طبعاً إذا بدكم تمشوا على خطوات تمييز الشكل، فأنا عملت مسكت الكونتور باي كونتور، يعني كونتور مسكتهن، واستخدمت فانكشن اسمه الابروكسيميت بوليجون، يعني الشكل الكونتور اللي طلع عندي مثلاً لنفرض نتيجة الثريشولدينج، نتيجة الفلتر، اتآكل من الشكل، يعني بطل مثلث شكله، زاد عليه هون شوي، زاد عليه هون شوي، فأنا بطلب منه يعمل لي approximate polygon، تمام؟ وهي الفاكتور تاعه، بضلكم تغيروا الفاكتور تاعه تطلع معكم النتائج صحيحة 100%، تمام؟ تمام لهون. ف approximate polygon بمسك الكونتور حتى لو كان مثلا نتيجة الثريشولدنج هيك صاير شكله، بمسكه وبيحول لي إياه لأقرب شكل بوليجون منطقي، مثلا بمد هاي على استقامتها هيك، هاي صار مثلث، تمام؟ رح يعطيك فعلياً ثلاث أضلاع مع أطوالهن مثلاً، تمام؟ فأنا لما بدي أحسب الشكل هذا الكونتور اللي عندي، مع معطيك كونت اللي هو كونتور رقم I باعتبار أني لف، باعتبار for each loop مثلاً، تمام؟ ففعلياً اللي رح يصير إنه رح يقرب لي لأقرب شكل، بيرجع لي array فيها ثلاث عناصر أو أربع عناصر أو خمس عناصر اللي هن عدد أضلاع. فلما أنا بدي أستخدم هذول عدد الأضلاع أو أطبعهم، ما علي إلا أطبع لين الأبروكسيمت. الأبروكسيمت عبارة عن array بطبع لها اللين تاعها.
طبعا انا الاف ستيتمنت عندي هون بالكود ما تتطلعوا عليها هذولا مشان توجدوا الاشارات تمام هذولا مشان توجدوا الاشارات ما بهمكم بالمره اوكي راح تحتاج اخرى بشغلات بالكود انه مثلا ممكن احتاج اكثر من مره اعمل ابروكسيمت مثلا على الاربع اضلاع واجهت مشكله وعلى الدائره مشان هيك عملت كمان مره ابروكسيمت بوليجون تمام ف مثلا الدائره طبعا مش حيعطيكم اكيد هو انفينيتي على الابروكسيمت شو كان حل هالدائره فعليا الدائره اذا اعطاك مثلا اكبر من 8 مثلا عدد الاضلاع لان الابروكسيمت اكبر من 8 اعتبره دائره تمام مستعد ترتب لكم اكثر من 8 اضلاع اكيد فاذا كان لان الابروكسيمت اكبر من 8 اعتبره دائره انا هيك عملت ممكن مرات تحتاج الابروكسيمت تعملها ابروكسيميشن كمان مره تمام بفاكتور ثاني مثلا بصير نفس الفكره تمام هسه ندخل بشغله الكلرز فايندينج كلرز هسه باعتبار عندكم رينجز طبعا الكلرز انت ما فيك تقعد تعمل رينج بالار جي بي راح تواجهوا مشاكل كثيره فيها لو تقعدوا تعملوا رينج خصوصا انه الار جي بي بيعتمد انه عندكم كلر ريد كلر جرين كلر بلو وعندكم هون نفس الشيء كلر ريد كلر جرين كلر بلو راح تقعدوا تعملوا ماتشز بينهن تمام لانه مثلا اذا انتم حطيتوا الريد مثلا 100 تمام والجرين 1 بضل كلر ريد لو انتم عملتوا الريد 200 والجرين 100 راح يبطل ها قريب فبتصيروا توقعوا الرينجز كان الحل السهل والبسيط لحل هاي المشكله تحولوا من نظام الار جي بي لنظام الاتش اس اي تمام ليش نظام الاتش اس اي عندكم انتم عارفين انتم الهيو حيكون بيمثل شو الهيو فعليا العائله اللونيه صح الهيو بيمثل العائله اللونيه باختلاف قيمه الساتوريشن والاي اللي هي الانتنسيتي اظن فالهيو حيمثل عندي العائله اللونيه فاسهل حل كانت انه نشوف عدد البيكسلز انه نحولها ل اتش اس اي مشان نشوف عدد البيكسلز اللي الهن مثلا موجودات برينج هذا اللون تمام اوكي اللي عملته هون فعليا انا قطعت صوره عملت كروبد ايمج تمام يعني قطعت من الصوره جزء ليه لانه انا لما بدي افحص لون ما بقدر افحصها على الثلاث اشكال مع بعض ليه لانه انا بدي اميز هذا الشكل لحال هذا الشكل لحال هذا الشكل لحال تمام فلو بدي انا مثلا عندي هون اللون بني وهون اللون مثلا احمر وهون الدائره زرقاء تمام لو بدي اشوف مثلا هذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل بدي احطهم بنفس الايمج واشتغل عليهم مع بعض مش راح يزبط اوجد عدد البيكسلز اللي بلون معين فكانت الفكره اني اعمل كروبد ايمج تمام والايمج هاي اللي هي انتم شفتوها الثلاث الصغار اللي بيجون ورا بعض في عمليه الرام بعدين اللي عملته حولت الصوره ل اتش اس اي تمام بعدين الصورة الـ HSI في function اسمه inRange تمام باخذ باخذ اللون الـ HSI والصورة الرينجز طبعا لاحظت انه الاحمر كان عندي 2 رينجز ليه؟ لانه انتم عندكم باعتبار الدائرة اللونية حتمتد مثلا من 0 ل 360 او من 0 ل 180 مثلا باعتبار تمام فانا اخذت من الجهتين اخذت من 0 ل 9 ومن 51 ل 180 يعني باعتبار اللفة كلها اخذت البداية واخذت نقطة النهاية للون الأحمر لأنه أظن اللون الأحمر هو بمثل الزيرو ديجري حسب ما بتذكر تمام فكانت الفكرة بلشت من هون فبعديها function in range شو بعمل؟ بمسك هذا الجزء المقصوص من الصورة بفحص وين اللون الأحمر عندي كل إشي بتحول لأسود كله بصير بلاك ما عدا اللون الاحمر بصير وايت بتحول لابيض يعني كانه بيعطيني باينري ايمج
فيها كل إشي أسود ما عدا النقاط اللي عليها لون أحمر اللي هي بهاي الرينجز. تمام؟ فكأنه بيحول له كل النقاط اللي كانت لونها غير أحمر للون أسود ما عدا النقاط الحمراء بيحولها للون أبيض. تمام؟ هاي عملية بسموها الماسكينج. بعدها أنا بعمل count red equal اللي هي عدد البكسلات الريد nb.sum يوجد لي مجموع عدد البكسلز اللي جايات من هذول ومن الماسك الأول ومن الماسك الثاني. طبعا هاي ليش إنها رينجين عملت لها بتوايز أور. طبعا هذا الكود تقريبا أخذته أنا جاهز موجود على جوجل كمان موجود. طبعا هذا الكود لاختصار عملية البحث تاعتكم. تمام؟ ونفس الإشي عملت مثلا للون الجرين للون البلو للون البراون اليالو الوايت البلاك. الرينجز ممكن يتعدلن يعني ممكن مثلا أنا ماخذ الأزرق الفاتح في عملية البلو بس ممكن أنت تأخذ الأزرق الغامق باعتبار إذا مثلا بلزمكم ممكن تأخذ الأزرق من الجهتين يعني توسعوا الدرجة اللونية. تمام؟ طيب هيك إحنا حلينا مشكلة اللون هيك قدرتوا تعرفوا اللون. بس سؤال كيف قصينا الصورة؟ تمام؟ في عندي أنا function اسمه bounding rectangle طبعاً بدريش هذا أظن بالشابتر قبل الأخير موجود. تمام؟ عندكم bounding rectangle أي شكل عندكم مثلاً مثلث مربع دائرة باخذ أصغر rectangle ممكن من الصورة يعني الrectangle هون مثلاً ممكن يأخذ هذا هيك حواليه المثلث حيأخذ هيك حواليه الدائرة هيك. ما في عندكم نوع ثاني ناسي اسمه بس بيكون مثلا على نفس الاتجاه يعني مثلا إذا أنا عامل مستطيل هيك عامل حيأخذ لي بنفس الاتجاه مش بهذا الاتجاه. طبعا مش مهم هذا بالنسبة لكم المهم أنكم تعرفوا كيف تحله. فالباوندينج ريكتانجل بيرجع لي الإكس والواي اللي هن السنتر. فإذا أنتوا عرفتوا السنتر أو النقطة تاعت البداية أنتوا شو بتكونوا عرفتوا البوزيشن. فهيك انحلت المشكلة الثالثة عندكم. تمام؟ وبناء على الاكس والواي والويدث والهايت قدرت انا اعمل كروب للايمج اللي هي عمليه قصقصه الصوره. طبعا هذا بروجكتكم سهل وبسيط ما بده شغل كثير بس بتمنى اتلقى استفسارات منكم اذا عندكم اي مشاكل فيه. اما هيك احنا جاهزين يعني. إذا حدا عنده أي مشاكل بحب يستفسر. كل تمام يعني؟ ما حدا واجه مشاكل بالإشي شاف إشي صعوبة؟ الله يعافيكم يا رب. تمام. بتهيألي هيك البروجكت بيكون تاعكم جاهز. مثل ما لاحظتوا ما وصلش باعتبار لهون 62 سطر ما وصلهن باعتبار شراكي بين ثلاث بخلي الأمر أسهل وأسهل وأسهل. ما عليكم طبعا الفنكشنات عندكم بس بيضل عليكم تجربوا الأرقام ال 220 اللي عند عماد مش هتزبط عند حدا. ليه؟ لأنه إحنا صورتنا مثلا فاتحة أنتوا صورتكم غامقة. بس الأشياء اللي ركزت عليها مثل المعامل تاع threshold-ing ليش؟ لأنه ما بصير نخلي الشكل البراني أبيض الباك جراوند بيضة ولا بيحسب الباك جراوند بتصير كونتور جديد ومش حيرجع لكم إلا كونتور واحد مثلا. الكاني كفانكشن لل edge detection مهم. الفايند كونتورز حكيت لكم كيف بيشتغل بيرجع لكم array of arrays أو يعتبر array of matrices. عندكم الكونتور اريا مشان تتأكدوا إذا في نويز ولا ما فيش. طبعاً مش حيلزمكم أنتم باعتبار الصور تاعتكم مش نويزي. function in range بيشتغل كماسك كل إشي في range هذا اللون بيحوله ل بيحوله لون أبيض وأي إشي براني بيحوله لون أسود. بعدين بتعملوا ال nb.sum مشان توجدوا عدد
البيكسلز اللي إلها اللون الأبيض اللي هي 255 مشان تشوف شو هو أصلاً عدد البيكسلز اللي إلها هذا اللون. تمام هيك. عندكم أخرى الفانكشن كمراجعة أخيرة، عندكم فانكشن الأبروكسيمت بوليجون. تمام، ممكن تحتاج تعمل أبروكسيمت بوليجون أكثر من مرة عادي بسيطة، ممكن إنه تحتاجه تعمل الأبروكسيمت بوليجون لأشكال معينة بفاكتور معين وأشكال معينة بفاكتور ثاني تماماً. يعني مثلا ممكن تحتاجه مثلا للدائره تعملوا لها 1/10، ممكن تحتاجه للمربع 1%، فمش شرط الفاكتور، ممكن انتوا تحاولوا تجربوا تجدوا فاكتور يلائم الجميع بيصير. تمام هيك. لهون بنوقف التسجيل، يعطيكم الف عافيه.